نتحدث اليوم عن النشيد الوطني الإسرائيلي هاتيكفا، أي الأمل، والذي يثير ضجة إعلامية عربية واسعة من حين إلى آخر بسبب نشر نسخ مزيفة له بهدف التحريض على إسرائيل. فما هي حقيقة النشيد؟ تابعونا. يبقى النشيد الوطني صورة مصغرة عن روح الأمة، تختصر كلماته تاريخ وحضارة ووطنية الشعوب، وترسخ مفهوم أسالتها. الأمل هاتيكفا هو نشيدنا الوطني الرسمي، تأتي كلماته وروحه انعكاسا لحل شعب إسرائيل وقناعاته وإيمانه. هذا الشعب الذي صاغ من حلمه فعلا، ولم تتمكن آلاف السنين في المنفى أن تمزق أصالة هذا الشعب أو تمحيه. النشيد من كلمات نفتالي هيرتز إمبر من العام 1878 ومن ألحان شموهيل كوهين، وأصبح نشيدنا الوطني منذ تأسيس الدولة عام 1948. النشيد يستعرض تطلع اليهودي الدائم خلال 2000 سنة في المنفى، والذي انتهى بتحقيق الحلم إقامة الدولة اليهودية الديمقراطية في أرض إسرائيل، ويؤكد الانتماء للشعب وللدولة وللغة وللمصير المشترك. والآن إلى كلمة النشيد. طالما داخل القلب روح يهودية نابضة فحنينها يميل إلى الشرق وعينها تطل على صهيون، أملنا لم يديع بعض عمره 2000 سنة أن نكون أمة حرة في وطننا أرض صهيون وأورشليم. تحيا إسرائيل، تحيا إسرائيل، عيد استقلال سعيد، وكل عام والجميع بألف خير وسلام.